السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم الفطور يوم 17 في حي الخضر. فين حي الخضر؟ حي الخضر في طريق نقدر نقول عروة، أو أنت جاي على الأمانة. هنا كانت الأحوال المدنية سابقا. محمد بسم الصادي من سكان حي الخضر. علي فرج الرحالي من سكان حي الخضر. عطية عتيق الرحالي من سكان حي الخضر. سلطان الحازمي من سكان حي الخضر. يوسف سليمان الحازمي من سكان حي الخضر. أنا سعيد الرحالي سكان حرة غربية. عبد الله الرحالي من سكان حي الخضر. المادة من سكان حي الخضر من قبل 40-50 سنة الحمد لله. الله هذه جيراني أخوياني حياهم. أخوكم سلطان رزق الرحالي. سعود ماطر الحربي. مصعب سعود الحربي. محمد علي الرويثي. خضر معتاد الرحالي. بكر الرحالي. أخوكم عبد الله محمد فلاتة معروف بإبن مسعود من سكان هذا الحي المبارك. راجح بن رامح الرحيلي من سكان هذا الحي. منصور واصل الحجيري من سكان الحي. عطية رابح الرحيلي من سكان الحي. عمر قبل الرحيلي من قاطنين هذا الحي ولا زلت. عامر محمد الجهني من سكانين هذا الحي. سالم رحيل الجهني من سكان حي الخضر. حسن عبد الله الحجيلي من سكان حي الخضر. يعطيكم العافية. محمد رحيل الجهني من سكان حي الخضر. زكريا رضا الطحان رحيلي من سكان حي الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. معاكم عمر الصغيبي صاحب سناب معالم المدينة. بالنسبة لفكرة إفطار الجماعي في الأحياء، فكرة صراحة تشكر عليها أمانة المدينة وكل من نظم هذه الفكرة. صراحة الكل متكاتف، في ناس بزمان عنهم يقابلهم في الأحياء اللي ساكنين فيها، يعني مثلا زي الحي هنا في ناس قدام ما شفته قابلتهم هنا، أمس قبل أمس في العنابس كذلك قابلتهم. هنا الكل متكاتف، الكل يد واحدة مع بعض، والكل مبسوط ويضحك والحمد لله. يعني الكل مستانس بهالجامعة، بهالجامعة الحلوة. طبعا اليوم جولتنا أو فطور أحياء المدينة في حي الخضر. فين؟ في الحرة الغربية. فين؟ عند الأحوال المدنية سابقا. شوفوا هنا الأحوال المدنية سابقا، هنا الفطور الجماعي. الله يكتب أجرهم. يلا نبدأ. حياك الله يا ابو جود. الله يسلمك. استاذ حسن بريك اليوم شرفتنا في مجلس حي الخضر. ما شاء الله تبارك الله اكبر. خلينا نقول بسم الله ونفطر. بسم الله. بسم الله. بسم الله. هلا ابو يوسف، يا مرحبا. سيد بدر الحجيلي رئيس مجلس حي الخضر، الله يديك الف عافيه. الله يسلمك. تسلم الايادي. ايش فائدة الجمعات هذه الحلوه؟ نبي نقول صوره، يعني في ناس يحسبوها ما لها فائده. والله يا استاذ حسن، يعني الجمعه هذه هي جمعة إفطار فعلا، لكن حلو. الأساس منها تجديد العلاقات. يا سلام. شوف الأخ عامر لي 40 سنة عنه، ومن جيراننا اليوم اجتمعنا. اليوم اجتمعنا في الإفطار الجماعي، هذه على قولهم بالدنيا كلها، فعامر وغيره كذلك. أنت تأخذ لفة يا أستاذ حسن على الحي اللي لي 30 سنة عن هذا، ولو 20 سنة ولو 25 سنة. الحين 40 سنة ما شفته أبدا. يا كنت عسكري إيه،
وطول عمري في الجيش، ويوم تقعدت فضيت يعني صرت اجي اي جمعات. ما شاء الله تبارك الله. اليوم اجتمعنا في الافطار الجماعي هذا، فيعني الالفه المحبه، تعرف اهل الحاره كلهم جمعه، هذا يعرف هذا وهذاك يعرف ذاك، يا سلام. وتلاقي ايش الاحباب والاصحاب، وهذا له ذكرى وذاك له ذكرى. هذه يا استاذ حسن، ها هذه تدرس والله، هذه لو في كل مجتمع يعمل الشيء هذا العلاقات تجدد تستجد. اي والله، من سنه الى سنه الى كانهم بدوا من جديد. اي والله، الله يديمها يا ربي. والله حبيب كل عام انت بخير ان شاء الله. نجيب ابنائنا ونعرفهم ونقول هذا جيراننا وهذا احبابنا، يا سلام، وهذا اخواننا، يعني اكثر من اخوان والله اكثر سوا طال عمرك. اي والله، لما نجتمع نجيب اولادنا يقول يا الله كنت هنا، قلنا نعم كنا هنا، وهذه ذكريات وهذه حارتنا، محبين هذه الحاره. تفتكر الملعب اللي هنا؟ اي نعم. هذا ملعب هنا، المكان اللي احنا فيه كان ملعب هذا له اكثر من 45 سنه لبابا. كيف الاحوال هنا؟ الاحوال يعني اللي يا سلام، انا قاعد اشر هذه الاحوال صح؟ هي هذه مبنيين هذا. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام، حلو، الله يديكم الف عافيه.